السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم طبله ديال الفطور ديال العيد، طبله ديالنا المتواضعه. هنايا لاتاي اللي ما كيختار حتى طبله. الفلاتو ديال الحلوه اللي حضرت معكم كاملين الشكيلات، غير هذه اللي ما تقسمتهاش معكم، غادي نحطها لكم ان شاء الله في القناه. الحلوه ديال ريش بوند المسمن، وهنايا عندي كاطو اولا كيك باللوز، كيجي رائع في المنظر والمذاق، كيجي خيال، روعه روعه. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الوصفه في القناه. وهنايا الكونفيتور، عندي الزيتون، الفرماج، شويه ديال التمر، الحلوه اللي سقلي وحضرت معكم بالفويتين واللوز والبقلاوه، حتى هي ان شاء الله غادي نشاركها معكم في القناه، والعسل كيف ما كتشاهدوا معايا. هادو هما الوصفات اللي حضرت اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.